قدمت شركة أنتا سبورتس برودكتس الصينية عرضا بقيمة 5 مليارات و500 مليون دولار لشراء شركة المعدات الرياضية أمر سبورتس المصنعة لمضارب التنس ماركة ويلسون. يأتي هذا العرض الذي يزيد بقيمة 600 مليون دولار عن تقييم الشركة بعد 4 أيام من تصدر بطلة العالم سيرينا ويليامز العناوين عقب تحطيمها للمضرب من نفس العلامة التجارية في نوبة غضب.